نظام ما قبل التصادم يستخدم المستشعر الراداري ومستشعر الكاميرا لتقدير المخاطر المحتملة ولتحذير السائق أو لاتخاذ إجراءات احتياطية. عند استشعار النظام لوجود احتمال الاصطدام الأمامي، يتم إصدار صوت تحذيري ويتم عرض رسالة تحذيرية، وفي نفس الوقت يتم تعزيز الفرامل لزيادة قوة الفرملة عند الضغط على الفرامل. وفي حال زيادة احتمال الاصطدام الأمامي، يتم تعشيق الفرامل تلقائيا للمساعدة على تفادي الصدمة أو للتخفيف منها، مع العلم بأن النظام لن يقوم بتعشيق الفرامل تلقائيا عند محاولة السائق تجنب الاصطدام. يعمل نظام ما قبل التصادم تلقائيا عند تشغيل السيارة، لكن بالإمكان إيقافه وإعادة تشغيله يدويا عن طريق ضغط الزر لمدة 3 ثوان أو أكثر. بإمكانك أيضاً الضغط على نفس الزر لتغيير المقدار الزمني للتحذير. هناك بعض الحالات التي من الممكن أن يعمل فيها النظام دون وجود خطر حقيقي. عند تجاوز السيارة الموجودة أمامك، عند الانعطاف والمرور بسيارة متوقفة، عند القيادة على الطرق المتعرجة، عند تخفيف سرعة السيارة التي أمامك بشكل مفاجئ، عند ارتفاع مقدمة السيارة أو انخفاضها على الطرق المتموجة، عند الاقتراب من الأجسام الموجودة على جانبي الطريق.